رسالتي هي الانتصار للحياة، والحياة ستعود. لبنان البلد اللي ما بيموت، خلقوا لك وطن تتقاتل عنه. الوطن اللي بتدفع حقه دم بيبقى لك. مقاومة بلا فكر قتال بلا قضية، وخاصة إذا كان الإعلام عم بيساعد للتوجيه على عدم قول الحقيقة. والساكت عن الحق شيطان أخرس. لبنان مصلوب ومظلوم، بس من بعده في أيام أكيد. نصبر على الوضع لأنه بالنهاية ما راح صح إلا الصحيح. نقطة فاصلة مع حبيب يونس. متهم بحب الحياة. وموضوع الحلقة نزهة بين القافية والمعادلة العلمية مع الشاعرة أسير سقلاوي والشاعر الدكتور مهدي منصور، الليلة 10 إلى ربع المساء مباشرة على الأو تي في.